الدم هو سائل حيوي مهم جدا في حياة الإنسان، وهو اللي بيحافظ للإنسان على جسمه. علشان كده دراستنا ليه ومعرفتنا بتحليله مكوناته وإزاي بيتصنع شيء مهم جدا لينا كعلماء. في حلقة النهاردة هنتكلم على الهيماتوبايوزيس وهنعرف إزاي الدم بيتصنع. بس كده ويلا بينا نبتدي. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من نتائج. في حلقه النهارده هنتكلم عن الهيماتوبايوزيس. اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه كلمه هيماتوبايوزيس. كلمه هيماتو او اي حاجه فيها هيما دي معناها ايه؟ معناها حاجه ريليتد بالبلد، لان احنا عارفين ان البلد بقى بيكون فيه الهيموجلوبين وكده، فاي حاجه فيها هيما بتكون ريليتد دي. وكلمه بايوزيس دي معناها تو ميك او البرودكشن. فاحنا المعنى بتاع حلقه النهارده هي to make blood او البرودكشن بتاع البلود، ازاي البلود عندنا بيتكون او ازاي البلود ممكن مع بعضه كده يحصل له برودكشن. بس عشان نعرف ده محتاجين الاول نعرف ايه هو البلود. اول حاجه عندنا الكومبوزيشن بتاع البلود. البلود مكون من ايه؟ البلود بيقول ان هو عباره عن vital red او liquid fluid that circulate in our vascular. يعني هو عبارة عن fluid، وهو بالمناسبة يعني التشو الفلويد تشو الوحيد اللي موجود في الجسم، فهو بيكون عبارة عن vital red fluid أو liquid circulate في الفاسكولار بتاعه. تاني حاجة بيقول لنا إن هو عبارة إن الريد liquid ده بيسيركيوليت في الارتريس وفي الفين بتاعت الهيومن واذر فيرتبريت. يعني البلود ده مش موجود في كل الكائنات، يعني مثلا في حاجات اقل من الفيرتبريت وهكذا مش بتكون جسمها مكون من بلود. فهو بيقول ان البلود ده بيكون موجود في الارتريس والفين بتاعت الهيومن والفيرتبريت انيمال، بعض الفيرتبريت انيمال الاخرى. طيب الفلويد ده او البلود ده ايه هي الوظيفه بتاعته؟ قال لك ان هو ليه 5 وظائف. اول حاجه الترانسبورتيشن، وظيفته ان هو بينقل، هو عباره عن دليفري الايه؟ دليفري لحاجات كتير قوي، دليفري للنيوترينتس للهرمونز للانزيمز للويستز للجازز، والجازز هنا مقصود بيها الاكسجين والكربون دايوكسيد بالتحديد، لان احنا عارفين ان البلد بيكون فيه هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده بيشيل البلد، واحنا عارفين امتى بيكاري البلد وامتى بيكاري الكربون دايوكسيد وديتيلز يعني ازاي ده بيتشال وده بيتحط، الكلام ده هنتكلم عنه في حلقه البروتين اللي جايه. طيب هو بيقول لنا ان هو كارينج الاكسجين تو اند كربون دايوكسيد فروم، يعني بيشيل الاكسجين الى التشو وبيشيل الكربون دايوكسيد من التشو بتاعه البودي. فدي اول وظيفه ليه وهي الترانسبورتيشن، وعارف ان هو بينقل اكتر من حاجه. طيب تاني حاجة بيعملها هو البروتكشن، الحماية، وده السبب اللي مخلينا نتكلم عليه في البلاي ليست دي. البروتكشن بتاعه اللي هو من الاخر كده في الاميونيتي اللي هو الوايت بلود سيلز بتاعته، وطبعا اكيد يعني وظيفته مش اميونيتي بس. طيب هنشوف دلوقتي البروتكشن ده بيتكون من ايه. قالك اهم حاجة فيه هو الليوكوسايتس او الوايت بلود سيلز. احنا عارفين ان الوايت بلود سيلز ان البلود اصلا مكون من ريد بلود سيلز ووايت بلود سيلز، فبيقول ان الوايت بلود سيلز دي او اسمها العلمي الليوكوسايتس بتعمل ديستروي للانفيدرز وللكانسر سيلز. الوايت بلود سيلز دي هي اللي بتقدر تدمر الانفيدر والكانسر سيلز، فبالتالي وهي موجوده في البلد، فبالتالي من وظائف البلد هي البروتكشن من خلال الليوكوسايت. تاني حاجه الاميونوجلوبينز، ودي بتدستروي الانفيدرز. الاميونوجلوبينز لسه برضو هنتكلم عليها في الاكوايرد اميونيتي، وهنتكلم عن الانتي بودي والانتيجين رياكشن والحاجات دي كلها. فبيقول لك ان هي بتدستروي الانفيدر، دي برضو من ضمن ان هي بتعمل بروتكشن. تالت حاجه الكلوتينج، هي بتقدر تعمل كلوتينج، بتستوب البريدنج افتر انجري اوف تيشو، ودي وظيفة البليتلتس. بقى احنا عارفين ان احنا لما مثلا بيحصل قطع في حاجة البليتلتس بتتجمع وبيحصل كلوتينج، ومن خلال بقى هنشوف البلود مكون من كلوتينج فاكتور والحاجات دي كلها علشان خاطر تمنع ان البريدنج يكمل ويفضل النزيف شغال. طيب دي وظيفتين من وظائف البلود. ليه وظائف تانية؟ ليه وظائف تانية زي ايه؟ زي الريجوليشن. البلود يقدر يعمل ريجوليشن. طب بيقدر يعمل ريجوليشن لايه؟ قال ان هو ممكن يعمل ريجوليشن للبي اتش من خلال ان هو بينتراكت ما بين الاسيد والبيزز، واحنا في جسمنا بنحتاج ان البي اتش بتاعنا يكون سلايتلي
بيزك علشان ينشور البروبر كونديشن فور ميتابوليزم. احنا المفروض عارفين ان اهم حاجه في جسمنا كله ان شويه السيلز اللي عندنا دول يعملوا الميتابوليزم بتاعهم ويتغذوا ويعملوا جروس ويطلعوا كل الحاجات اللي احنا عايزينها. فالميتابوليزم دي او الرياكشن بتاعت الميتابوليزم دي عشان تحصل هي محتاجه بروبر كونديشنز معينه، من ضمنها ان احنا يكون البي اتش بتاعنا سلايتلي بيزك، البي اتش بتاع البلد يكون سلايتلي بيزك. فهو بيقدر يعمل ريجوليشن للبي اتش من خلال الرياكشنز اللي هو بيعملها دي عشان يكيب ان هو يكون سلايتلي بيزك، فيقدر يحصل البروبر كونديشنز بتاعت الميتابوليزم دي. طيب عندنا ايه كمان ممكن يعمله ريجوليشن؟ ممكن يعمل ريجوليشن للووتر بالانس من خلال ان هو بيمنتين ات باي ترانسفير ووتر تو اند فروم تيشوز. هو بيقدر برضو يعمل ريجوليشن للووتر بالانس بتاعنا من خلال ان هو يقدر يترانسفير، ما احنا لسه عايزين ان هو بيترانسفير كذا حاجه، بيعمل ترانسبورتيشن لاكتر من حاجه. فمن ضمنهم هو بيقدر يترانسفير الووتر من التيشوز او يدخلها جوه التيشوز على حسب احنا محتاجين ووتر قد ايه. فاحنا مثلا عندنا ووتر قليله محتاجين ووتر اكتر، فهو يعمل ترانسبورتيشن ويخلي الووتر اللي موجود في التيشو كتير، عندنا ووتر كتير وعايزين نتخلص منه فبيخليه قليل. فهو برضه اللي هو بيقدر يمنتين الووتر بالانس بتاعنا. طيب تالت حاجه بيقدر او رابع حاجه بيقدر يعملها هو الاوزموتيك بريشر. بيقدر يعمل مينتين الاوزموتيك بريشر من خلال الالبيومين. الالبيومين ده بروتين موجود في البلد، والجلوبيولين برضو بيقدر يعمل معاه نفس الموضوع، بس من يعني الالبيومين هو اللي بيقدر يمنتين الاوزموتيك بريشر بتاعتنا. واخر حاجه التمبريتشر، بيقدر يمنتين التمبريتشر بتاعتنا. طيب ده بالنسبه للفانكشن بتاعته. طيب بالنسبه للون بتاعه، بالنسبه للكالر بتاعت البلد، احنا كلنا باي ديفولت كده متربيين وعارفين ان الكالر بتاع البلد ايه، ان هو ريد. فهو بيقول ان هو عباره عن ريد اوبيك فلويد. اوبيك دي معناها ان هو حاجه نون ترانسبيرنت، احنا عارفين ان اي حاجه ممكن تكون ترانسبيرنت او سيمي ترانسبيرنت او اوبيك. فالبلود بيكون اوبيك يعني لو حطيناه مش هيبين الحاجه اللي وراه. فلويد هو ريد اوبيك فلويد، وان هو بيكون برايتر ريد في الفينز بيكوز اوف هاير ليفل اوف اوكسجين فاوند ان ذا ارتريز. يعني احنا مفروض نكون عارفين ان هو بيكون برايتر في الارتريز اكتر من الفينز، هو لونه بيكون فاتح اكتر في الارتريز وبيكون اغمق في الفينز. ليه؟ عشان خاطر الاكسجين، كل ما كان الاكسجين موجود كل ما كان اللون بقى فاتح اكتر، كل ما كان سي او 2 هو اللي موجود كل ما كان اللون بقى اغمق اكتر. وبرده ده هنتكلم عليه في صناعه الهيموجلوبين في البلاي ليست بتاعه البروتين. فبس كل اللي احنا المفروض نكون محتاجين نعرفه في الحته دي، اللون بتاعه ان هو بيكون ريد اوبيك فلويد، وان هو بيكون في الارتريز برايتر ذان الريد. طب ايه هو سبب انه يكون هنا افتح من هنا؟ وجود الاكسجين. الاكسجين ما دام موجود في الارتريس فهو عنده هاي ليفل من الاكسجين، فبالتالي هو بيكون برايتر. طيب ايه كمان محتاجين نعرفه عن البلد؟ طيب محتاجين نعرف الويت. بيقول ان البلد كونستيتيوت ابروكسيميتلي من 8% من الادلت بودي ويت. يعني جسمك مثلا انت لو مكون من 50 كيلوغرام، 8% من ال 50 دول بتكون عباره عن البلد. فبيقول ان الفيميلز مثلا بيكون عندها من 4 ل 5 لتر من البلد، والميلز بيكون عندها من 5 ل 6 لتر من البلد. طيب بعد كده التمبريتشر عندنا بيقول ان التمبريتشر بتاعته بتكون حوالي 38 سلسيوس او 38 سنتيجريد. طيب هو احنا عارفين ان الجسم بتاعنا الطبيعي بيكون 37 سلسيوس، هو بقى بيكون slightly higher than the normal body temperature اللي هي بتكون 37، يعني هو اعلى منها شويه. عشان كده حتى لما حد بينجرح او حاجه بتحس ان الدم بتاعه بيكون ادفى من بقيه الحاجه، لان هو بيكون اعلى بسنت ديجري واحده. طيب البي اتش بتاعته، البي اتش احنا لسه قايلين ان هو احنا بنكون محتاجينها سلايتلي بيزك. فهو بيقول ان البي اتش بتاعته بتكون من 7.35 ل 7.4 او ممكن تكون 7.45 كمان، علشان يخليها سلايتلي بيزك. وقلنا ان ده احنا بنحتاجه علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر البروبر ميتابوليزم. طيب محتاجين كمان نعرف عن الفيسكوسيتي، نعرف السيوله بتاعت الدم بتكون عامله ازاي، او اللزوجه بتاعته بتكون قد ايه. فهو بيقول ان الهول بلود بيكون من 4.5 ل 5.5 تايمز، يعني اكبر 5 مرات او 4.5 مرات او 5 مرات ونص من الووتر الطبيعيه. يعني احنا عندنا الووتر الطبيعيه بتكون
الفيسكوستي بتاعتها زي ما احنا بنشوفها كده، بتكون السيوله بتاعتها عامله ازاي. بيقول بقى ان لزوجه الهول بلاد على بعضه بتكون من 4.5 ل5.5 تايمز اكبر منها. طيب ده السبب بتاعه ايه؟ او لو قلت جيف ريزون مثلا ليه هي بتكون اعلى منها حوالي 5 مرات كده، فهتقول ان علشان تخلي البلود مور ريزيستنت تو فلو ذان الووتر، يخلي البلود الفلو بتاعه اقل من الووتر. تخيل انت لو البلود بتاعك عامل زي الميه، هيروح ويجي معاك في ثانيه، لكن لما يكون فيسكوستي بتاعته عاليه شويه فبالتالي مش هيتحرك في اي حته، مش هيروح في اي حته، مش جاست اول ما تعور تلاقيه كله سال ووقع ومش عارفه ايه، وفي ناس بتعاني من السيوله بسبب الحاجات دي. فبالتالي هو بيخليه مور ريزيستنت ان هو يحصل له فلو اكتر من المية، زي المية، وهو زي ما قلنا من 4.5 ل5.5 أعلى من المية. طيب البلود بقى نفسه ده عبارة عن إيه؟ أو ممكن لو قسمنا البلود كده هنلاقيه عامل إزاي؟ البلود مين دي لو قسمناه هيتقسم إلى حاجتين، البلازما دي ما فيهاش سيلز، دي عبارة عن البلازما بتاعتنا، وتاني حاجة الفورميد إليمنت اللي هو إيه البلود سيلز بتاعتنا. فالفورميد إليمنت بتكون حوالي من 37 ل54، والبلازما بتكون من 46 ل63. طيب الفورمد اليمنت دي بتكون زي ما قلنا عباره عن البلاد سيل بلس البليتلت بتاعتنا، يعني احنا عندنا البلاد سيلز والبليتلت بتكون الفورمد اليمنت بتاعه البلاد، والبلازما بتكون من 46 ل63. طيب البلازما دي بتكون بقى عباره عن ايه؟ احنا لسه هنتكلم عن الفورمد اليمنت، هنتكلم ايه هو البلاد سيلز، وهنتكلم عن البليتلتس والحاجات بتاعتهم. طيب البلازما دي بقى كده ملهاش اي لازمه؟ لا طبعا ليها. ايه هي البلازما؟ بيقول ان هي بتكون عبارة عن mostly water، بتكون البلازما اللي هو ال 46 ل 63% دي. عايزة بس انبه على حاجة في الحوار البلوت ده، احنا كل ما بنيجي نقسم حاجة بنلاقي مثلا 37% اللي مش عارفة كام في المية، وبعد كده نلاقي 1% اللي مش عارفة 2%، وبعد كده اما نيجي نقسمها هنلاقي رقم اكبر، ففي ناس بتتلخبط. فمن الاخر كده احنا بنتكلم على البلازما من الهول بلوت ان هي عبارة من 46 ل 53، فاحنا هنلاقي ان الرينج بتاعها حوالي 55، وده هنقولها شويه كده. البلازما بقى اللي هم ال 55% دول كلهم مثلا كلهم على بعض بالنسبه لي بيعتبروا 100% بلازما. ال 100% بلازما دي احنا بنقسمها بقى الى 90% ووتر، مش عارفه 8% سوليدز، اقل من 1% جاز، فهم مع بعض هيكونوا 100%. ال 100% دي عباره عن راجعه للبلازما اللي هي اصلا 55% مثلا من البلود، عشان بس الارقام ما حدش يتلخبط فيها. فهو هنا ما بيتكلم عن البلازما نفسها. لو خدنا البلازما نفسها دي وكبرنا عليها هنلاقي فيها ايه؟ هنلاقي ان البلازما 90% ل91% عبارة عن مية، والسوليدز اللي فيها بتكون من 8 ل9%، والجازز اللي فيها بتكون حوالي اقل من 1%، وان الوصف بتاعها ان هي عبارة عن clear straw color extracellular fluid، هي بتكون عبارة عن لون كده بتاعها بيكون مصفر شوية، وبتكون في الاكسترا سيلولر فلويد، وبتكون هولد البلوت كومبوننتس، هي اللي بتهولد البلوت كومبوننتس مع بعض، وبتكون يعني تعتبر هي الميديا اللي جواها البلوت كومبوننتس بقى اللي هو الحاجات دي كلها. هو بيجي يتفصل بتتفصل هي من فوق عشان هي مكونه من موستلي وول. والفورمد اليمنتس دي زي ما اتفقنا ان هي عباره عن بلوت سيلز وبليتلتس. البلوت سيل بتكون عباره عن الوايت بلوت سيل، وبتكون عباره عن الريد بلوت سيلز. الريد بلوت سيلز اصلا هنلاقي ان هي مثلا مكونه من نسبه كبيره، وهنلاقي ان الوايت بلوت سيلز والبليتلتس مع بعضهم كده بيكونوا حوالي 1% او اقل. طيب الفورمد اليمنتس اللي احنا كنا بنتكلم عنها دي بقى عباره عن ايه؟ بيقول ان الفورمد اليمنتس عباره عن ريد بلوت سيلز او الاسم العلمي بتاعها اللي هو الاريتروسايت، الوايت بلوت سيلز او الاسم العلمي بتاعها اللي هو الليوكوسايت، وال بليتلتس او الاسم العلمي بتاعها اللي هو الثرومبوسايت. فزي ما احنا قلنا في البلازما مثلا ان هي عباره عن 99% منها من البلازما نفسها عباره عن ووتر، فاحنا نفس الكلام فورمد اليمنت 99% منها عباره عن ريد بلوت سيلز، واقل من 1% عباره عن ليكوسايت بلس الثرومبوسايت او البليتلت بتاعتنا. وممكن الفورمد اليمنت توصل ان هي تكون 99.9 عباره عن ريد بلوت سيلز، واقل من 0.1 عباره عن ليوكوسايت زائد ثرومبوسايت. طبعا الرينجز والنسب بتختلف. طيب احنا كده اتعرفنا على البلوت كومبوننتس، ما ننساش ان احنا اصلا الاساس بتاع الحلقه بتاعتنا بنتكلم ازاي احنا بنعمل او ازاي الكلام ده كله بيتصنع، فاحنا محتاجين نعرف ديتيلز كل حاجه منهم بعد كده نشوف هي بتتصنع ازاي. فعلشان خاطر نقدر نعرف الكلام ده عايزين نشوف احنا في اللاب نقدر نفصل الكلام ده عن بعضه ازاي وندرسه. ف
اول سؤال المفروض نساله نفسنا، ازاي بنقدر نعمل سيبريشن للبلوت كومبوننتس دي؟ بيقول لنا ان احنا نقدر نعمل الكلام ده من خلال السنتريفيوجيشن at high speed according to their density. كل حاجه من اللي احنا سائلينهم دول ليها density مختلفه. البلازما احنا قايلين ان هي مكونه من 90% ميه، فبالتالي الدنسيتي بتاعتها قليله. الفورمد اليمنتس عارفين ان الريد بلاد سيلز نسبتها كبيره جدا، وهي عباره عن سيلز، فاكيد هتكون ثقيله جدا، فكل واحده منهم ليها دنسيتي مختلفه. فاحنا هنبدا نعمل سنتريفيوجيشن. سنتريفيوجيشن دي معناها ايه؟ معناها ان احنا هنحطهم في جهاز اسمه سنتريفيوج، هيفضل يلف 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 على حسب الدنسيتي بتاعتهم. كل واحد هيترسب، الثقيل جدا هيبقى تحت، الاقل هيبقى فوق، والاقل خالص هيبقى هو الفلوت على التوب. فعلى حسب الهاي دنسيتي بتاعت السنتريفيوجيشن هيطلع لنا المنظر ده. هيطلع لنا البلازما هي اللي فوق، عشان خاطر احنا قايلين ان هي مكونه من 90% ميه. فالبلازما دي بتكون مكونه بقى من شويه بروتينز، اينز، ووتر، جازز، ويست، نيوترينتس كتير جدا. وبعد كده عندنا حاجه صغيره كده اللي هو النسبه القليله جدا دي اللي احنا لسه قايلين ان هي بتكون من 1% ل 0.1% من 0.1% ل 1% من الجزء الثاني اللي هو احنا قلنا البلازما والفورمد اليمنتس. فبيكون جزء منها عباره عن ايه؟ عباره عن وايت بلاد سيلز وبليتلتس. فدي هي الحته بتاعتها، بيكونوا مع بعض وبيكونوا حاجه اسمها بافي كود. واخيرا هيترسب تحت خالص الريد بلاد سيل. فهو هنا بيقول ان خلال عمليه السنتريفيوجيشن هيحصل ثلاث حاجات. الريد بلاد سيلز هتسينك او هتجو داون للبوتوم عشان تعميك حاجه اسمها الهيماتوكريت، دي هنتكلم عليها السلايد اللي جاي. تاني حاجه الوايت بلاد سيلز والبليتلتس بيكونوا فورم نارو كريم كولرد اللي هو الجزء الصغير ده، و اهو طبعا لو مسحت الكلام اللي موجود هنلاقي ان هو عباره عن كريم كولرد كده، وبيكون عامل حاجه زي كود اسمه البافي كود. وتالت حاجه ان البلازما اللي فوق دي بتفلوت تو ذا توب عشان خاطر هي مكونه مينلي من ووتر. طيب هنتكلم عن حاجه حاجه منهم دلوقتي. اول حاجه ايه هي الريد بلاد سيلز؟ ازاي بقى بتتكون والهيماتوكريت والكلام ده كله؟ بيقول لنا ان الريد بلاد سيلز بتسينك داون وبتكون لنا حاجه في البوتوم اسمها الهيماتوكريت. طيب ايه هو الهيماتوكريت؟ عباره عن ميديكال تيرم، عباره عن مصطلح طبي بيرفير تو ذا فوليوم برسنتيج اوف ريد بلاد سيلز في البلاد بتاعنا كله. هو عباره عن مصطلح طبي بيشير الى الفوليوم برسنتيج، النسبه بتاعه الفوليوم بتاع الريد بلاد سيلز اللي موجوده في البلاد بتاعنا. فبيقول طب احنا ازاي ممكن نحسب الهيماتوكريت برسنتيج دي؟ قال لك ان انت هتعمل حاجه بسيطه جدا، هتعمل استيميشن للهايت بتاع الهيماتوكريت من التوتال هايت بتاع الهول بلاد في التيوب. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي كان عندنا اصلا التيوب بتاعتنا كانت كده كلها دم، احنا مش عارفين مين فين، هو كله عباره عن بلاد عادي. عملنا سنتريفيوجيشن فحصل المنظر اللي قدامنا ده، فبقى عندنا الريد بلاد سيلز هنا، وبقى عندنا ده التوتال هايت بتاع التيوب. فاحنا مثلا دي الهايت بتاعها اكس ودي الهايت بتاعها واي، فاحنا بنعمل ايه؟ بناخد الاكس دي، بنعمل استيميشن الاكس دي، ده الهايت بتاع الهيماتوكريت، ونحطه على التوتال هايت اللي هو واي ونضربه في 100، وبكده نكون جبنا البرسنتيج. ما ننساش نضرب في 100 لان احنا بنجيب حاجه اسمها هيماتوكريت برسنتيج، ما دام في برسنتيج يبقى هنضرب في 100. ماشي. وهنا القانون اهو مكتوب بيقول الهيماتوكريت برسنتيج بتكون عباره عن هايت بتاع الهيماتوكريت على التوتال هايت بتاع الهول بلاد في التيوب في ملتبلايد باي 100. طيب بيقول لنا بقى ان الهيماتوكريت فاليوز، يعني انت المفروض اي حاجه يبقى ليها رينج، احنا المفروض نبقى عارفين مثلا ان احنا الهيماتوكريت بتاع اي تيوب المفروض يكون قد كذا من التوتال بلاد. فبيقول ان الفاليوز دي بتختلف، بتختلف على حسب ايه؟ بتختلف على حسب ثلاث حاجات. اول حاجه السكس، تاني حاجه الايدج، تالت حاجه الانفايرمنتال كونديشن. على حسب مثلا ده ميل ولا فيميل احنا هنقول الهيماتوكريت المفروض يكون ليه فوليوم معين. على حسب الايدج لو دي ناس كبيره في السن ليها بيكون هيماتوكريت معين، لو دي ناس ادلت عادي ليها هيماتوكريت معين، لو لسه اطفال فطبعا بيكون الهيماتوكريت بتاعهم الفاليو بتاعته معينه على حسب الانفايرمنتال كونديشن. وهناخد اكزامبل دلوقتي عن الانفايرمنتال كونديشن فنسيبها على جنب دلوقتي. هو بيقول ان النورمال رينجز بتاعه الهيماتوكريت بيكون ايه؟ بيكون في الفيميلز من 38 ل 45% من البلد بيكون ايه؟ عباره عن هيماتوكريت. يعني احنا دلوقتي بيكون عندنا ده التيوب، خمسه من 38 ل 45% منها
دي بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن هيماتوكريت. بيقول في الميلز بتكون من 40 ل 50، وفي الادلت دي اللي هم الادلت دي اللي هو الرياضيين وكده بتكون حوالي 50%، عشان هم طبعا بيلعبوا كتير وبيعملوا مجهود كبير، فطبعا بيكونوا محتاجين اكسجين اكتر، فانا مش عارفه ايه، فالجسم بتاعهم بيظبط نفسه لنفسه ان هو يكون عباره عن 50% منها هيماتوكريت. طيب الانفايرمنتال كونديشن ممكن تاثر ازاي؟ بيقول لنا فمثلا الهاي التيتيود ريزيدنس، يعني الناس اللي عايشه في اماكن مرتفعه مثلا، بيكون عندها هيماتوكريت في الفيميلز من 41 ل 56. احنا تبصوا الماكسيمم عند الفيميلز في العادي 45، الماكسيمم هنا بيكون عباره عن 56، يعني اصلا اعلى من الميل واعلى من الادلت اللي موجود في النورمال. في الميلز بتكون من 45 الى 61. فاحنا المفروض نكون عارفين يعني معلومة ان احنا كل ما بنكون كل ما الارتفاع بيزيد كل ما الضغط بيقل، فمش عارفة ده بيحصل بيأثر على ايه، فهم بيحتاجوا تنفس اكتر في الموضوع ده، فبالتالي جسمهم مع نفسه كده بيكون ايه، من 41 ل 56% من الناس اللي ساكنة هناك بتكون عبارة عن الفاليو بتاعت الهيماتوكريت في الفيميلز، وفي الميلز من 45 ل 61. وده الشكل بتاع الاستيميشن، يعني انت مثلا لو ادي عملت السنتريفيوجيشن عادي وعايز تحسب الهيماتوكريت، فبيكون ادي الريد بلاد سيلز مثلا، فبيقول ان هنا ده الزيرو هايت، هنا 42، لو هي كلها 100، يعني هي لو كل الهايت بتاعها 100 وهي واصله الهيماتوكريت لحد ال 42، فبيكون معناه ان الهيماتوكريت ب 42%. طيب ده كان في الحاله العاديه. طب ماذا يحدث بقى لو لقينا ان الفاليوز بتاعت الهيماتوكريت ماتش لوور ذان النورمال فاليوز دي، يعني لو هي ماتش لوور ذان اللي احنا او الفاليوز اللي احنا عمالين نتكلم عنها دي لكل كونديشن، يعني احنا عارفين ان كونديشن الفيميلز بيكون من كذا لكذا، لو هم اطفال فبيكون مثلا يقول لك النورمال رينج بتاع الاطفال من كذا لكذا، لو هو يعني احنا كده اتكلمنا عن السكس لو هو فيميل او ميل او مش عارفه ايه، اتكلمنا عن انفايرومنتال كونديشن لو هو ساكن في مكان مش عارفه ايه فهتبقى الرينج بتاعته ايه. بالنسبه للايدج برضو احنا المفروض نبقى عارفين ان في رينج معين للاطفال، فيقول لك ان الرينج فاليو دي according to الايدج بتاع مثلا من سن كذا لكذا بيكون كذا. طب هو لو قليل عن الرينج المخصوص بتاع الفئة بتاعته ده ممكن يحصل ايه، او ده ممكن يؤدي الى ايه، او معناه ايه؟ ده بيكون معناه ان في انيميا، لو هو اقل الريد بلاد سيلز دي اقل من الطبيعي ده بيؤدي ان ده معناه ان هو في انيميا، بس ما تكونش مثلا اقل بنسبه واحده، يعني هو المفروض يكون اقل حاجه عند الفيميلز 38 فتبقى 35 ده معناها انيميا، لا لو هي ماتش لوور ذان النورمال رينج دي مثلا وصلت 30 وصلت مش عارفه ايه، فدي معناه ان هي اقل بكتير فعلا من النورمال رينج الطبيعيه، فدي معناه ان هي ديفينتلي انيميا. طيب ده كان بالنسبه للريد بلاد سيلز. تاني حاجه اتكلمنا عنها هو الوايت بلاد سيلز والبلاتلت، فبيقول لنا ان هما بيفورم نارو كريم كولرد كوت نون از بافي كود اللي احنا لسه قايلين، وبيكون حوالي 1% من التوتال فوليوم من وبيكون ايميديتلي اباف الريد بلاد سيلز، يعني احنا بيكون عندنا ادي الريد بلاد سيلز هنا الجزء اللي فوقيه على طول ده بيكون عبارة عن حاجة صغيرة جدا وبتكون بتمثل 1% أساسا، وبتكون فوقيها فوق البريد بلاد سيلز على طول، دي بتكون اسمها البافي كود اللي مكونة من ايه؟ مكونة من الوايت بلاد سيلز ومكونة من البليتلت. فبيقول ان البافي كود بتسيتل اوفر الريد بلاد سيلز، بتسيتل يعني بتكون هي المترسبة فوقيها على طول، وادي ده الشكل بتاعها، ده بيكون عندنا البلاد العادي بعد ما بيكون اتسحب، نروح ندخلينه في السنتريفيوج يحصل عملية سنتريفيوجيشن فيتقسم ادي 1% من البافي كود بتاعنا اللي بنتكلم عليه، وادي 45% من الاستروسايتس و 55% من البلازما، دي الرينجز اللي هي الايه الافريج بتاعي. طيب نتكلم تالت حاجة بقى عن البلازما، البلازما اللي هي 55% اللي مكونة من مينلي مية اللي هي كلير سترو كولرد فلويد اللي بيهولد الكومبوننت، وده الشكل بتاعها، دي بقى بتكون عبارة عن ايه؟ بيقول ان هي زي ما اتفقنا ان هي كلير سترو كولر ده عادي، مكونه بقى من ايه؟ مكونه اول حاجه من نون بروتين سبستنس، مكونه من حاجات مش بروتينيه زي اليوريا زي اليوريك اسيد زي الكرياتينين زي الكرياتين، كل الحاجات دي بتكون موجوده في البلازما بتاعتنا وبتكون مش بروتين، دي مش حاجات بروتينيه، دي يوريا يوريك اسيد بلا بلا بلا، كل الحاجات دي موجوده فيها ومش بتكون بروتين. ممكن كمان تكون بروتين زي ايه؟ زي الالبيومين اللي احنا لسه قايلين في الفانكشن بتاعت البلاد ان هو بيظبط الاوزموتيك بريشر، فهو بيقول ده الموست اباندنت بروتين في البلازما، فدي حته مهمه نبقى عارفين ايه هو الموست اباندنت بروتين في البلازما، هو الالبيومين، وبيعمل ايه او وظيفته ايه؟ بيمنتين الاوزموتيك بريشر بتاع التشوز.
طيب تاني حاجة عندنا الجلوبيولين، وقلنا ان الجلوبيولين ممكن يشترك مع الالبيومين في ان هو يظبط الاوزموتيك بريشر. واخر حاجة الفيبرونوجين او الكلوتينج فاكتور، ده تالت بروتين عندنا. الكلوتينج فاكتورز دي من ضمنها الفيبرونوجين. الفيبرونوجين ده بيكون عبارة عن كلوتينج فاكتور، وزيه زي البروثرومبين برضه ده بيكون كلوتينج فاكتور. كل الكلوتينج فاكتورز دي هتخلينا ندخل في حاجة جديدة، وهي الفرق ما بين البلازما وفرق ما بين السيروم. ده هنتكلم عليه في السلايد اللي جايه. فايه يعني keep it in your mind. طيب كمان ممكن يكون مكون البلازما ممكن يكون فيه ليبيدز او فاتي اسيد، ممكن يكون فيه انزيمز، ممكن يكون فيه هرمونز، واخيرا ممكن يكون فيه جلوكوز او نيوترينز او ويستس برضه. طيب دي كلها المكونات اللي موجوده في البلازما. البلازما مكونه يعني من بلاوي، من حاجات كتيره جدا. طيب الحته اللي بتفرق لنا البلازما هي زي ما قلنا الجزئيه دي. فتعالوا نشوف يعني ايه بلازما ويعني ايه سيروم. بيقول لنا ان احنا مثلا لو عندنا ده الفرق ما بين الاثنين، لو ده البلود وتحط عليه انتي جلوتنت نيجاتيف يعني ما فيهوش انتي جلوتنت، ولو في انتي جلوتنت لو هو بوزيتيف. لو احنا عندنا ما حطناش انتي جلوتنت هو هيحصل له بلود كلوتنج، هيحصل بلود كلوتنج وهيكون لنا السيروم ده. لو احنا حصل بيكون عندنا البلازما، وبيكون عندنا البافي كود اللي هو الوايت بلاد سيلز والبليتلتس، وبيكون عندنا الريد بلاد سيلز. طب ليه؟ بيقول لنا ان احنا مثلا لو هنا في البلازما وهنا في السيروم، فبيقول ان البلازما دي بتكون عباره عن كلير سترو كلر فلويد، وبيكون عباره من ميكستشر من النيوترينز الجازز الويسز اللي بتدي كل الصفحه اللي فاتت دي كلها، معاهم ايه؟ معاهم كلوتينج فاكتور. البلازما بتكون جواها كلوتينج فاكتور. فاحنا زي ما شايفين هنا جواها كلوتينج فاكتور، يعني جواها فاكتور بيعمل كلوتينج زي الفيبرينوجين، فده بيكون المنظر بتاعها. طيب عندنا بقى السيروم. السيروم ده بيكون برضو كلير سترو فلويد، وبيكون عباره عن ميكستشر من النيوترينز من الجاز من الويسز من الليبيد، اكسبت الكلوتينج فاكتورز. ما بيكونش عنده كلوتينج فاكتورز دي، ما بيكونش عنده الفيبرونوجين او البروثرومبين او الحاجات دي كلها، ما بيكونش موجوده اساسا عنده. يعني احنا لو عندنا البلود كله او البلازما كلها شلنا منها كلوتينج فاكتور دي، بيكون اسمها ايه؟ بيكون اسمها السيروم. طيب انا بستفاد ايه من دي او دي؟ يعني انا لو حطيت انتي جلوتنت عشان خاطر اكون دي، او ما حطيتش عشان اكون دي، ده انا بستفاد منه ايه؟ قال لك ان انت لو عايز مثلا تعمل تحليل عشان تشوف الالبيومين او الكلوتينج فاكتور او البروتينز اللي موجوده في البلازما عامه، بتعمل التحليل اللي فيه البلازما العاديه. طيب لو انت مش همك البروتين دي، مش عايزها اساسا، انت كل اللي عايز تسرش عنه، عايز تسرش مثلا عن هرمون معين، عايز تسرش عن ليبيد معين، وانت عارف ان هو بيكون موجود في البلازما دي، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتخليها من غير الكلوتينج فاكتور عادي، فهي بيحصل لها كلوتينج ما يحصلهاش، انت مش مهمه بالنسبه لك، مش عايز البروتينز دي، ويبقى عندك السيرم نفسه اللي مكون من بقيه الحاجات، فتبقى اسهل ليك انك تدور مثلا على الهرمون المعين اللي انت بتدور عليه او الليبيد المعين اللي انت بتدور عليه وهكذا. طيب ده كان بالنسبه للكومبوننتس بتاعه البلود وازاي بنفصلهم وكل الكلام ده. بعد ما عرفنا الكومبوننتس دي، عايزين نبدا في موضوعنا، وهي ازاي البلود كومبوننتس دي بتتكون اصلا، او بتتكون ازاي. فزي ما احنا عارفين ان احنا عندنا العمليه دي بيكون اسمها الهيماتوبايوزيس. طيب في كذا مصطلح المفروض نكون عارفينه في الموضوع ده. اول حاجه هو الهيماتوبويوتيك ستيم سيل او ال HSC، عشان هنكتبها في المعظم بالاختصار ده، فمهم تكون معروفه اللي هي HSC هي هيماتوبويوتيك ستيم سيلز، والهيماتوبويوتيك تيشوز، واخر حاجه عمليه الهيماتوبايوزيس نفسها والديفينيشن بتاعها. طيب اول حاجه الهيماتوبويوتيك ستيم سيل عباره عن ستيم سيل ديفلوب تو ذا بلود سيلز ثرو بروسيس من الهيماتوبايوزيس. يعني هي بتكون عباره عن ستيم سيلز بتديفولب، بيحصل لها ديفولبنج الى البلود سيلز بتوعنا من خلال عمليه اسمها الهيماتوبايوزيس. هي بتكون عباره عن مالتي بوتنت او بلوري بوتنت من السيلز، بتقدر يحصل لها ديفرنشيشن بفاريوس ويز، فممكن تتكون لنا بقى اي حاجه من البلود سيلز زي الريثروسايتس، الماست سيلز، الجرانيولوسايتس، الليمفوسايتس، المونوسايتس، الميكاكاريوسايتس، اي حاجه من الحاجات دي كلها. والهيماتوبايوتيك سيلز دي بيكون ليها مسارين، ممكن تاخد مسار اسمه الليمفويد بروجينيتور سيل لينيج او المايلويد بروجينيتور سيل
لينيج، يعني ممكن تاخد اللاين بتاع الليمفويد، ممكن تاخد المسار بتاع المايلويد، بس ديتيلز الليمفويد والمايلويد ده هنتكلم عليه لما نبدا في الاكوايرد من اميونيتي في الحلقه اللي جايه او اللي بعدها. بس احنا بس نكون عارفين المعلومه دي، ان الهيماتوبايوتيك ستيم سيل ممكن تاخد المسار ده او ممكن تاخد المسار ده، وان هي بتكون مالتي بوتنت او بلوري بوتنت، وان هي تقدر تدفرنشيت لاي تايب من السيلز بتاعه البلوت سيلز دي، زي الاريثروسايت اللي هو الار بي سيز، او الجرانيولوسايت، المونوسايت، كل الديتيلز دي اللي هو تحت تندرج تحت الليوكوسايت يعني. والمني يعني بتاعها ان هي اريثروسايت اللي هو الار بي سيز، الليوكوسايت اللي هو الوايت بلوت سيلز، والثرومبوسايت اللي هي البليتلت. طيب الهيماتوبايوتيك تيشو دي بقى، هو من اسمها هي تشو مسؤولة عن الهيماتوبيوتيك، يعني هي التشو اللي بتقدر تريبروديوس البلد نفسه، يعني الأنسجة اللي تقدر تصنع الدم نفسه. احنا عرفنا الستيم سيل، الأنسجة بقى اللي بيحصل فيها الكلام دي بتكون اسمها هيماتوبيوتيك تشو، وبتكون عبارة عن أربع أنسجة خلال اللايف سايكل بتاعة الهيومن. يعني انت خلال اللايف سايكل بتاعتك من أول ما انت زيجود لحد ما تكبر وتبقى أدلت وكده، ليك فور تيشوز بيقدروا يكونوا مسؤولين عن ان هم يعملوا هيماتوبايوزز، واحده بتكمل معانا وثلاثه ايه ديهم يعني بيكونوا تمبر اللي كده مسؤولين عن الموضوع. طيب الهيماتوبايوز نفسها بقى العمليه دي بيقول ان تعرفها هي عباره عن كونتينوس بروسيس ذات جنرالي مينتين ا ستيدي ستيت، هي عباره عن بروسيس بتحصل باستمرار عشان تكيب الستيدي ستيت بتاعنا، ان ويتش البرودكشن بتاع الماتيور بلود بيساوي اللوس بتاع السيلز دي، سواء مثلا من الايجنج او من اي حاجه تانية. يعني احنا عارفين ان السيلز مش بتفضل قاعده طول ما هي، يعني مش بتفضل، مش من يوم ما بنتولد لحد ما بنموت بيكون عندنا احنا خلاص والله احنا عندنا 300 سلايه من الريد بلود سيلز ومش عارفه 500 من مش عارفه ايه، فهم دول السيلز اللي هيفضلوا معانا. لا، ده السيلز بيحصل لها ايجنج وبتموت وبيجي غيرها وهكذا. فعمليه الهيماتوبايوزس دي بتكون عمليه كونتينوس بروسيس، اهميتها ان هي بتمنتين الستيدي ستيت بتاعتنا، ان احنا يكون عندنا السيلز اللي هتموت او اللي هيحصل لها ايجنج او اي حاجه تكون مساويه للسيلز اللي انا اصلا بصنعها عشان خاطر الجسم يفضل زي ما هو. فهي بتكون عباره عن عمليه لكرييت النيو بلود سيلز في البادي او الفورمد اليمنت عامه. وممكن لو احنا صغرنا يعني كلمه هيما، هيمو اللي هو production وبيوزز زي ما قلنا ان هو ايه، هيما اللي هو blood وبيوزز اللي هو production، تبقى معناها production of blood. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا 4 tissues من خلال life cycle بتاعتنا هم اللي مسؤولين عن الموضوع ده. ايه هم التيشوز دي؟ دي كده رسمة بتورينا الموضوع، بتورينا من اول ما كنت يوكسك لحد ما بقيت adult. دي رسمه بتوضح زي ما قلنا من اول يوكساك لحد البولمر. وهنبدا بقى نشوف، بيقول لك ان الديفلوبمنتال اوف الهيماتوبايوتيك ستيم سيلز اوكير اندر سبيسيفيك كونديشن، في سبيسيفيك كونديشنز معينه هي اللي بتخلي الديفلوبمنت بتاع الهيماتوبايوتيك ستيم سيلز دي تحصل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي شويه ستيم سيل، هي بقى الستيم سيلز دي بمزاجها، صباح الخير انا النهارده قررت ابقى ريد بلود سيل، او لا انا النهارده قررت ابقى ليوكوسايت. قال لك لا، الجسم عنده خاصيه معينه هو بيعرف يظبط او يدينا شويه جروس فاكتورز بكونسنتريشن معينه وجروس فاكتورز معينين وكسرتن كيميكال ماسنجرز معينين، الاثنين دول لما بيجتمعوا على بعض هيدونا مثلا ريد بلود سيلز. لو انا غيرت شويه في الكونسنتريشن او غيرت في الجروس فاكتور ده او غيرت في الكيميكال ماسنجر ده، مش هيدوني ريد بلود سيلز، هيدوني وايت بلود سيلز، او هيدوني كذا او هيدوني كذا. فالستيم سيلز دي هتتحول من شكلها الاندفرنشيتد اللي هي الستيم سيلز العاديه الهيماتوبايوتيك ستيم سيل الى بقى ريد بلود سيل ولا وايت بلود سيلز ولا ولا ولا، بيكون على حسب الحاجتين دول، الجروس فاكتور اللي هيجي لها والسيرتن كيميكال ماسنجر اللي هيجي لها. فالجسم هو النهارده انا محتاج اصنع شويه ريد بلود سيلز، فانا هدي الجروس فاكتور والكيميكال ماسنجرز اللي من خلالها لما يكونوا موجودين مع الستيم سيلز دي هيدونا الريد بلود سيلز وهكذا. طب ايه بقى الفور تيشوز اللي احنا بنتكلم عنهم، اللي انا بقول ان هم عباره عن يونك سايت لحد البون مارو؟ احنا عرفنا اللي خلاص الستيم سيلز دي هتتحول ازاي. طيب احنا عندنا اربع حاجات، اول حاجه عندنا اليونك سايت، تاني حاجه عندنا الليفر، ثالث حاجة عندنا السبلين، وأخيرا عندنا إيه؟ عندنا البون مارو. أول حاجة بنبدأ باليوكساك عادي، بيقول إن ده الـ initial tissue that produce blood during الـ first week لحد الـ third month من البريجننسي، يعني
من اول ما انت بتكون ده الانيشيال تيشو، ده اول تيشو بيبدا يصنع البلاد عندك، من اول اسبوع لحد ثالث شهر هو اللي بيكون مسؤول عن الموضوع ده. طيب بعد كده، بعد كده بيشتغل الليفر، الليفر بيجي يشتغل من اول بي 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 بيبدا يشتغل بعد كده، وبيبدا يستوب البرودكشن بتاع النيو بلوت سيلز ده، او اللي هو انكلودد الفورمد اليمنتس اللي هو اعتملنا ريد بلوت سيلز والوايت بلوت سيلز دي، في الشهر قريب من الشهر من الخامس للسادس او قبل الولاده. يعني قبل الولاده على طول هتلاقي الليفر بيقول لك والله سلام عليكم انا ماليش دعوه بالموضوع ده خلاص انا انتهيت كده. يجي بعده السبلين، السبلين برضو بيبقى بيساعد في الوقت ده، وبيبدا يوقف البرودكشن بتاعه بعد الولاده او وقت الولاده، يعني يا اما soon after the birth على طول، جاست ان هو خلاص حصلت الولاده وبتاع، فهو الشخص الجدع اللي هو ايه هوصلك لحد الباب وبعد كده خلاص انا ماليش دعوه بيه. فيجي السبلين برضو يقول ايه انا ماليش دعوه بالليله دي برضو. فيجي البون مارو اللي هو كان كل ده معلش لسه بيحصل فيه ديفلوبمنت وكده، زي مثلا ما تكون رايح تشتري بيت جديد فعمال تتنقل من مكان لمكان لحد ما ترسي على المكان بتاعك، فالبون مارو بيكون خلاص بعد الولاده بيكون خلاص ضن وعرف يظبط نفسه كده، بيبدا هو بقى يمسك المهمه دي، وكل الفورمد اليمنتس بتبدا تتصنع من عنده من اول انفانسي وبعد كده، من اول بقى من اول الولاده لحد الممات هو اللي بيكون مسؤوله عن الموضوع ده. طيب كده احنا عرفنا التعريفات بتاعت الهيماتوبايوتيك تيشو، عرفنا ازاي بيحصلها ديفلوبمنت، وعرفنا الفور تيشوز المهمين اللي بيحصلوا، وعرفنا العملية. نبدأ بقى نشوف العملية دي اصلا بتنتج لنا ايه. يعني احنا دلوقتي عندنا هيماتوبايوزيس هتحصل، الستيم سيلز دي هيحصل لها ديفلوبمنت الى ايه؟ احنا لسه قايلين ان هي بتديفلوب على الفورمد اليمنتس بتاعتنا. طيب نبدأ نشوف دلوقتي بقى الهيماتوبايوتيك ستيم سيلز دي بتتقسم ازاي. بيقول ان الهيماتوبايوتيك ستيم سيلز دي بيحصل لها ديفلوبمنت الى ثلاث حاجات، ممكن تكون اريثروسايتس، ودي من عمليه اسمها الاريثروفيوسيس. اريثرو معناها ان احنا نعمل حاجه ايه، حاجه ريليتد بالاريثروسايت اللي هو الريد بلاد سيلز، الريد بلاد سيلز. والبويوسيس اللي هو معناها تو ميك، فمعناها برودكشن للريد بلاد سيلز. بعد كده عندنا الليوكوسايت من خلال عمليه الليوكوبايوسيس، والثرومبوسايت من خلال الثرومبوفايوسيس. هنتكلم دلوقتي سبيشالي على الليوكوسايت. ليه؟ لان احنا خلاص اتكلمنا عن الاريثروسايت وعرفنا الاهميه بتاعه الريد بلود سيلز، وعرفنا ان هو بينقل الاكسجين والكلام ده كله، واتكلمنا عن الثرومبوسايتس وشفنا هو مكون من ايه، وشفنا ان هو فيه انزيمز وحاجات كتيره وكلوتينج فاكتور والكلام ده كله. هنبدا دلوقتي من الحلقه دي والحلقات اللي جايه في الاكوايرد اميونيتي نتكلم على الليوكوسايت. الليوكوسايت دي بقى ممكن تكون حاجتين، ممكن تكون جرانيولوسايت وممكن تكون اجرانيولوسايتس. واحنا يعني المفروض نكون عارفين ان مدام ا موجوده في الاول دي معناها ان هي نفسها جرانيولوسايت، معناها هاف جرانيول، اجرانيولوسايت يعني ما عندهاش الجرانيول. الجرانيولوسايت دي بتكون اسمها البولي مورفو نيوكلير جرانيولوسايت، او ممكن تسمى البي ام ان او الاي ام ان او البي ام ان ال. كل الاختصارات دي معناها ايه؟ معناها يعني لو مثلا مسكنا البي ام ان دي هنلاقي ان هي معناها البولي مورفو نيوكلير، يعني هي عباره عن بولي ومورفو، يعني بولي مورفو يعني المورفو بتاعها بولي يعني مختلف او في اشكال كتيره، نيوكلير يعني النيوكليس، فهي معناها ان هي فيها نيوكليس المورفو بتاعها بيكون مختلف، يعني كل سيل بتاع فيها او كل نوع فيها بيكون مختلف. وزي ما قلنا عندنا الاجرانيولوسايت، هو بيقول الاجرانيولوسايت دي بتكون مالتي لوب او سيجمنت النيوكلياي، بيكون عندها مالتي لوب من النيوكلياي، يعني النيوكلياي فيها اكتر من لوب او تكون فيها اكتر من سيجمنت في النيوكلياي. وزي ما قلنا من اسمها ان هي جرانيولوسايت، فده معناها ان هي عندها جرانيولز في السيتوبلازم بتاعها فيلد ويز فيسيولوجيكال اكتيف سبستنس، عندها السيتوبلازم بتاعها جواه شويه جرانيولز ليها فيسيولوجيكال اكتيف سبستنس بتقدر تعمل انيشيت للانفلاميشن زي الهيستامين والنون هيستامين. احنا عارفين ان احنا بيكون عندنا الهيستامين والهيستامين ده بيكون جاي مثلا من ماست سيل، والماست سيلز دي من اللي بتكون في البازوفيلز، وبيكون عندها العكس بتاعها او المستضاد بتاع الموضوع ده اللي هو النون هيستامين، وده اللي الايزينوفيل بترد عليها بيه، ده هنقوله دلوقتي. بس عامه يعني نبقى عارفين عنها نقطتين، ان هي بيكون عندها مالتي لوب، وان هي بتكون عندها جرانيولز ليها فيسيولوجيكال اكتيفيتي معين في السيتوبلازم بتاعها. طيب بتتقسم للايه؟ بتتقسم الى البازوفيل، بتتقسم الى الايزينوفيل، واخيرا بتتقسم الى النيوتروفيل.
كل واحدة منهم لو فصصنا اسمها هنعرف وظيفتها أو هنعرف خاصية فيها. اسمها بازو فيل. فيل معناها يحب، وبازو جاية من بيزك معناها الكالين. فبازو فيل معناها ان هي حاجة بتحب الالكالينيتي، معناها ان احنا لما بنحطها او بنيجي نعمل لها ستينينج ونحط عليها ستين بيزك بتدينا لون. الازينو فيل معناها ان هي بتحب برضو لو عملنا لها نفس الموضوع ده هتكون بتحب الحاجة الاسيديتي. والنيوترو فيل معناها ان هي الجرانيولز اللي فيها بتكون نيوترالايز. طيب البازو فيل دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عندها النيوكليس بتاعتها بتكون عبارة عن اس او ام شيب، والازينوفيل دي بتكون عبارة عن مالتي لوب من 2 ل 3 لوب، والنيوتروفيل دي بتكون عبارة عن لوب من 3 الى 5. طيب كل واحدة منهم اكيد ليها وظيفة. نبدأ بالنيوتروفيل. النيوتروفيل دي هنتكلم عنها خاصة بقى في الحلقة اللي جاية، بنيجي نتكلم عن الفاجوسايتوزيس وكده. النيوتروفيل دي عندها الفانكشن بتاعتها عبارة عن الفاجوسايتوزيس. يعني احنا لسه هنتكلم على الفاجوسايتوزيس في حلقة، وهنتعرف على السايتس او السيلز اللي بتعمل فاجوسايتوزيس. فالنيوتروفيل دي هتكون هي الموست اباندنت فاجوسايتوز فاجوسايت، هي الموست اباندنت فاجوسايت، بتكون حوالي من 60 ل 65% من الوايت بلاد سيل. والمهم اللي احنا نكون عارفينه في الحلقه دي عنها بس ان هي ايه، ان هي بتكون من 3 ل 5 لوب، وان هي الوظيفه بتاعتها الفاجوسايتوز. طيب كده خلصنا النيوتروفيل. نيجي بقى البازوفيل والايزينوفيل. الاثنين مع بعض، الايزينوفيل والبازوفيل مع بعض بيكونوا بوزيتيف كوريليتد ويز ايتش اذر. يعني ايه؟ يعني دي واحده وصاحبتها، واحده بتعمل مصيبه الثانيه بتلم وراها، واحده بتعمل حاجه الثانيه رايحه تعمل معاها. يعني ايه؟ يعني مثلا في حاجات معينه لو البازوفيل لقيناها ان هي زادت هنلاقي معاها الايزينوفيل زادت. دي زادت، معلش انا هزيد معاكي، احنا صحاب. طيب لو هي هتشتغل كافكتور مثلا في الاليرجيك والبارازايدز والكلام ده كله زي الهيستامين والنون هيستامين، هنلاقي ان البازوفيل اللي هي فيها ماسلز وكده بتطلع هيستامين، هنلاقي ان الايزينوفيل بتهديها شويه وتقول لها لا معلش نطلع نون هيستامين علشان خاطر ايه، نيوترالايز الموضوع مع بعض. فبالتالي البازوفيل عندها قدره ان هي تريجوليت الرياكشن بتاع الايزينوفيل من خلال مثلا البازوفيل هتطلع هيستامين، فالايزينوفيل خلاص خلاص انا اللي هطلع النون هيستامين، مش عارفه انا زدت شويه طب خلاص انا هزيد معاكي شويه وهكذا. طيب ايه كمان محتاجين نكون عارفينه في الجرانيولوسايت؟ محتاجين نكون عارفين ان البازوفيلز دي بتمثل 1% او اقل من الوايت بلاد سيلز كلها، الايزينوفيلز دي بتمثل من 2 الى 4، والنيوتروفيل زي ما قايله ان هي بتمثل بتكون الموست اباندنت، فبتكون من 50 ل 70%. طيب ده كده بالنسبه للجرانيولوسايت. طيب عندنا الاجرانيولوسايت. الاجرانيولوسايت ده معناه ان هي حاجه ما عندهاش جرانيولز، وبتكون المعلومات اللي المفروض نكون عارفين عنها ان هي بتكون عباره عن 1 لوبد نيوكليس على حسب الثانيه، على عكس الثانيه كان اسمها بوليمورفو نيوكلير او بي ام ان علشان خاطر عندها مالتي لوب او سيجمنت، دي بتكون اسمها مونو نيوكلير ليوكوسايت لان هي بتكون عباره عن 1 لوب بس، وبتكون طبعا لاك الجرانيولز في السيتوبلازم اللي كانت موجوده فين، اللي كانت موجوده في الجرانيولوسايت. طيب بتتقسم الى ايه؟ بتتقسم الى مونوسايتس، ودي بتكون حوالي 5% من الوايت بلاد سيل، وبيكون عندنا الليمفوسايتس ودي بتكون من 20 ل 40% من الوايت بلاد سيلز. طيب نتكلم عن واحده واحده. اول حاجه المونوسايتس. المونوسايتس دي برضو هنتكلم عنها هي والنيوتروفيلز مع بعض كده، نتكلم عنهم في الفاجوسايتوزيس بس عامه نبقى عارفين ان المونوسايتس دي بتقعد كام يوم كده، من 1 ل 3 ايام before converting into macrophage. يعني هي بتكون الماتيور فورم بتاع الماكروفاج. الماكروفاج هي الماتيور فورم، دي الاماتيور فورم. وبتكون عباره عن كدني شيب على شكل ايه؟ 1 لوب فقط. طيب ده بالنسبه للمونوسايت. طيب بالنسبه للليمفوسايت بقى، وزي ما قلنا الفانكشن بتاعتها هي فاجوسايتوزيس هي والنيوتروفيل. طيب بالنسبه للليمفوسايت، الليمفوسايت مقسمه الى حاجتين، ميجر بورشن ومينر بورشن. الميجر بورشن او الحاجه الكبيره بتكون مكونه من بي سيلز، بتكون مكونه من تي سيلز، ودي بتكون اللي هي 95% من الليمفوسايت بتكون عباره عن ايه؟ بي سيلز او تي سيلز، ودول هنتكلم عنهم في الاكوايرد اميونيتي، وهنعرف ان هو فانكشن بتاعتهم بيكون ديفلوبمنت الاكوايرد اميونيتي، وان احنا بنقدر نفرق ما بينهم ما
ما بين البي سيلز والتي سيلز، يعني على حسب السيلولار فانكشن، على حسب الديفلوبمنت هيستوري بتاعها في البودي، وعلى حسب فاين بايوكيميكال ديفرنسز او شويه سيرفيس مولكيولز كده. عشان خاطر البي سيلز هنعرف ان السيرفيس بتاعتها ليه شكل، والتي سيلز في السيرفيس بتاعتها ليه شكل مختلف، بس دول لسه هنتكلم عنهم. طيب الماينر بورشن بقى اللي هو حوالي 5% من الليمفوسايتس كلهم، الماينر بورشن ده اللي هو حوالي 5% بيكون مكون من كي سيلز او ان كي سيلز. كي سيل معناها كيلر سيل، وان كي سيلز معناها ناتشرال كيلر سيل. طيب الناتشرال كيلر معناه ان هي حاجه طبيعيه، فافتكر ان الحاجه الطبيعيه بتكون مش محدده حاجه معينه، هي طبيعيه كده جايه بايلك، فبتكون نون سبيسيفيك. والكي سيلز افتكر ان هي سبيسيفيك، يعني معلش دي بس نحطها ان يور مايند. نبدا بقى نشرح كل واحده فيهم. الكي سيلز والان كي سيلز، الكي سيلز والان كي سيلز الاثنين مع بعض نقدر نعتبرهم او نقدر نسميهم كده مع بعض اسمهم النل سيلز. نل احنا عارفين ان هي معناها، هي مش عارفه ليه لان قلب اتش، فثواني هكتبها تاني. ماشي، عندنا بيكون اسمها النل سيلز. ليه بقى بيكون اسمها نل سيلز؟ نل سيلز جاي اللي هو حاجه زيرو، اللي هو سيلز ولا ليها، مش معناها بقى ان هي ولا ليها لازمه، لا، نل سيلز معناها ان هي ابيض كده ما لهاش حاجه. يعني ايه ما لهاش حاجه؟ كانها مش لابسه حاجه فوقيها. زي ايه؟ عشان احنا لما ممكن نقارنها بالبي سيلز والتي سيلز هنلاقي ان البي سيلز والتي سيلز السيرفيس بتاعتهم عليهم حاجات نقدر نفرق ما بينهم، لكن الكي سيل والان كي سيل، لكن الديستنكيوجنج ماركرز اللي موجوده في البي والتي سيل، يعني بيكون في سيرفيس ماركر موجوده على البي والتي مش موجوده على الكي والان كي، فعشان كده لما جينا نقارنهم بيها سميناها النال سيل. يعني زي ما يكون حد كده جاي وجايب حاجته معاه وده جاي كده ابيض، فالابيض ده هنسميه ايه؟ النال سيل، اللي هم الكي والان كي. طيب الكي او الكيلر سيل قلنا ان هي بتكون سبيسيفيك او بتشتغل، بتقدر تكل التارجت سيل بتاعتها من خلال عمليه تكون اسمها السيلكتيف ميكانيزم. السيلكتيف ميكانيزم دي، انا عايزه بقى امسح كل الكلام ده. السيلكتيف ميكانيزم دي بتكون عباره عن A D C C. يعني ايه؟ يعني انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيك. يعني هي العمليه اللي بتشتغل بيها الكيلر سيلز دي، العمليه نفسها اسمها انتي بودي ديبندنت سيل ميديتد سايتوتوكسيك. يعني هي معتمده، انتي بودي ديبندنت معتمده على الانتي بودي. الانتي بودي دي حاجه سبيسيفيك بتاعتنا احنا، كل انتي بودي ليه شكل معين وليه مش عارفه ايه معين، فهي مش بتقوم بالوظيفه بتاعتها الا لو في الانتي بودي المعين ده. عشان كده الكيلر سيل بتكون سبيسيفيك او سيلكتيف ميكانيزم، هي بتسلكت الحاجه اللي هتشتغل عليها، هي عارفه الانتي بودي اللي هتشتغل عليه. لكن الناتشرال كيلر، الناتشرال كيلر دي على الله، دي نون سيلكتيف ميكانيزم او نون سبيسيفيك ميكانيزم، بتقدر تعمل لايس وتعمل كل الكانسر سيل للفيروس انفكتد سيل من خلال النون سبيسيفيك ميكانيزم دي. ده كده اهم الحاجات اللي المفروض نكون عارفينها في الموضوع ده كله. ممكن بقى نسال كام سؤال، مثلا ان احنا ازاي نقدر نعرف نعمل ديفرنشيشن ما بين دول، فهنقول ان احنا نعمل لهم باي ستيننج، نعمل ديفرنشيت ما بين البازوفيل والايزينوفيل والنيتروفيل اللي هو جرانيولوسايت. ليه؟ عشان خاطر احنا لو عملنا لهم ستين استخدمنا بيز اسيد مش عارفه ايه هيبانوا، لكن دول احنا مش هنعرف نميزهم، لان هم لو عملنا سمير مثلا مش هنقدر نشوف الليمفوسايتس دي. مثلا لو احنا قلنا ازاي نقدر ندفرنشيت ما بين الليمفوسايت، هنلاقي ان احنا ما نقدرش نعمل ديفرنشيشن ما بين الليمفوسايت دي، لان كلهم تحت الميكروسكوب بيكونوا سيميلر، بيكونوا عباره عن سمول سيلز كده الديامتر بتاعهم من 10 ل 20 مايكرومتر وخلاص على كده. مفيش بقى لون معين هيكون سبيسيفيك ليهم او حاجه، مفيش حاجه. كمان مثلا لو اتكلمنا عنها، لو مثلا سالته وقلت ان التي سيل، هعلم على السيلز اللي هقولها بالاحمر، لو قلت مثلا ان التي سيل والان كي سيل والكي سيلز ريسبونسبل في ان هم يقتلوا الفيرال انفكتد سيل، فهقول لك ماشي صح عندك حق، الثلاثة دول عندهم قدرة ان هم لو في انفكتد سيلز او فيرال انفكتد سيلز هتقدر تقتلها. بس لو قلت ان الثلاثة دول شغالين بسبيسيفيك ميكانيزم هتبقى غلط. ليه؟ لان التي سيلز ماشيه من الاكوايرد اميونيتي هتشتغل بسبيسيفيك ميكانيزم، الكي سيل بتكون انتي بودي ديبندنت وتشتغل بسبيسيفيك ميكانيزم، لكن الناتشرال كيلر دي نون سبيسيفيك ميكانيزم. فانا لو جيت وقلت ان الناتشرال كيلر دي شغاله بسبيسيفيك ميكانيزم او عارفه هي رايحه تعمل ايه، فدي غلط.
عشان بس نقدر نفرق ما بين كل وظيفة حاجة والتانية. كده احنا في حلقة النهاردة اتكلمنا على البلود والفورميشن بتاعه، ازاي بنعمل برودكشن البلود، والبلود اصلا لما بيفورمد السيلز اللي هو بيفورمد ليها، ووظيفة كل حاجة منهم وازاي نفصلهم. في الحلقة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الفاجوسايتوزز والعملية دي بتحصل ازاي، ونبدأ بعد كده ناخد السيلز المسؤولة. نرجع تاني للخريطة اللي كنا عاملينها بتاعة السبيسيفيك ميكانيزم واللون سبيسيفيك ميكانيزم وكده، ونتكلم عن الاكوايرد اميونيتي، ونشوف الاميونوجلوبينز، ونشوف الانتي بوديز ازاي بتشتغل. ده كل اللي كنا عايزين نشوفه نقوله في حلقة النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومتنسوش تشوفوا بيج الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. شكرا.